قالت لا بس حلوه. طب انا عايزه اسمعها وتبقى اكسكلوسيف معايا. حاضر، هسمع حته مش كلها طبعا. يعني حته. حاضر. غنيتها قبل كده في برامج؟ لا لا. يعني ده اكسكلوسيف مع احلى كلام مع منى العمر. هي تاليف السيد علي ولحن عماد تاج وتوزيع مورو. بتقول عصبيه بتعلي صوتك لعلي، الناس بصلنا يا ولية، لا لم الدور واهدي شويه تهدي احسن لك زنانه، طلباتك ليه ما بتخلصي ولغيرك عماله تبصي، كفايه اكل شويه وخسي، بصي على نفسك، بصي بقى انا مش طايقك كلمه تانيه ومش عايزك، اللي بتزني وبتلتي وبتحرقي في دمي، بتتريقي قال على كرشي يا مخلصه لي على قرشي، لو شلت المكياج تتكشفي هلاقي ابن عمي. بس بجد حلوه جدا. انا كست بقول لك حلوه جدا، هتعمل روح حلوه ان شاء الله باذن الله. انت ليك طبع وروح في الفن، صدقني لما بنسمع المزيكا قبل ما نسمع الكلام يقول لك ابو الليف. الحمد لله وشكرا لله، ده فضل ربنا ان انا مميز، ده من عنده بقى، دي مش من عندي بس انا. بس ليه بعيد على طول عن الساحه؟ انت ما بتظهرش ليه كتير على البرامج الاخبار ليه؟ بص هقول لحضرتك حاجه، معلش برضو. انا دلوقتي حركتي في الاتموسفير اللي احنا فيه، في الجو اللي احنا فيه، بقت بحساب، فاهمه؟ عشان مثلا لو اشاعه طلعت والحاجات دي يعني، فانت انا بتلاشى اي حاجه، انا بيتوتي، انا عندي شغل انزل، ما عنديش قاعد مع ابني ومراتي. حلو جدا. ما عنديش اي يمين ولا شمال. بس ده اكيد حاجة. بعد ما تعرضت لحاجات كتير خليتك خلاص انت اخدت قرار. لا انا طول عمري لا قبل بقى طبعا ابو الليف انا كنت ما شاء الله يعني. لكن لما بقيت ابو الليف وشخصيه مشهوره بحافظ بقى على النعمه على كل حاجه. لان انت بقيت بتاع جمهورك. بالظبط. في اي حاجه بحافظ على النعمه اللي ربنا ادهاني، بس بتقي ربنا في اي حاجه بتقي ربنا فيها. لكن انا بشر زي كل البشر برضو يعني، ما مش نبي يعني، فما فيش مال نبي على الارض. انت شخصيه جميله، ربنا يخليك، بشهاده ناس كتير. الحمد لله والشكر. واهالي اسكندريه بيشكروا فيك جامد جدا. انا اسكندراني طبعا، بلدي حبيبتي واهلي وناسي. انا بحب وبعشق اسكندريه. اسكندريه جميله، احلى بلد في العالم. صح. اسكندريه مناخ وكل حاجه.